ببلدية حمام بن صالح الحدودية في ولاية الطرف، تمكن جمال من استصلاح أراضي بور وتحويلها إلى بساتين لزراعة الكروم. هذه المناطق العنب هذه يسمى نحن نخدم في المناطق الحدودية ونخدموا للدالية، نخدموا البطيخ، عندنا الزيتون، عندنا القمح، عندنا الحمص، وش نقول لك عن مشاكل شويه معترضات في 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 العمل تاعنا هذا. ظروف المعترضه دوك هي المشكله، هي نقص اليد العامله، نقص عندنا نقص الماء وبدرجه الاولى، بس الانتاج هذا باش يجي ويكون يعني ذو جوده. رغم قله الماء واليد العامله، لم يكتفي جمال بالزراعه فقط، بل استورد بذورا وشجيرات من الخارج تنفرد بالجوده، واعتمد في انتهاج طرق علميه في الانتاج. درك الحب نتاعنا في الشيء هذا، حبينا نخدمه وحبينا نوسع النشاط هذا، وحبينا نحتاجوا الى ماهوش سكرات، انا حبيت نخدم اكثر. المشكل ان كتروح للمدير المصالح الفلاحيه يقول لك الملف تاعك والطلب نتاعك سي باور، راهو ما فرق منه. واذا بك تروح للولايه، المشكل هو في مصالح الولايه باش تنعقد اللجنه لا كوميسيون هذه باش تنعقد كل مره الشهر الجاي راس العام كذا من هنا تتراوح، بقينا نحن هذا هو المشكل. يضطر جمال الى انشاء مشتله في منزله باستغلال اراضي التوسع الفلاحي الشاغره، لكن العراقيل الاداريه وقفت عائقا امامه في تطوير نشاطه.